مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في حصتكم ألو فارس. يلا مشاهدينا الكرام، اليوم الأربعاء واليوم إن شاء الله وجدوا الكراس والسيالة، لأن الوصفات اليوم اللي طلبتوهم أنتوما واللي حوستوا عليهم أنتوما. واليوم إن شاء الله راح تكون معايا واحد الضيفة اللي جابت لكم اليوم التوابل. هذه الضيفة مختصة في صناعة التوابل، صدقوني التوابل تاعها أنا شخصيا استعملتهم ولا أروع ولا أروع ولا أروع. التوابل اللي حبيتوه راح تصيبوه عندها، وراح دير لنا اليوم حريرة تاع مغنية، حريرة تاع مغنية اللي يديروها في مغنية بالتوابل، اللي يديروهم في مغنية بالتوابل تاعها، صدقوني ولا أروع. راح تكتشفوها دوكا، ومن بعد عندكم قلب اللوز اللي راح نعاودوه طريقه سهله، وراح نديروا قلب اللوز باللبن. كاين بزاف ناس اللي سيا وهن يجربوه، 42 ولايه نحييهم تحيه كبيره ونجحوا فيه وراهم يديروه يعني عادي. وكاين ناس اللي مازال ما داروش خايفين يديروه، يعني خلعتهم هذيك قلب اللوز كيفاش قلب اللوز باللبن. راح نعاودوه اليوم، راح تشوفوا امامكم، اعطيكم كل اسرار تاعو، كيفاش تنجحوا، شحال اللي طيب، كيفاش تشربوه، كيفاش تخدموه. يلا مشاهدينا الكرام، وجدوا الكراس والسياله، ما تنساوش رقم الهاتف اللي راه يظهر في اسفل الشاشه، راح نستقبل جميع مكالماتكم. بمناسبه يعني شهر رمضان راهو قريب، دونك احنا الجزائريين على بالكم قريب شهر رمضان نوجدوا التوابل، نوجدوهم هكذا باش نستعملوهم في شهر رمضان. راح نشوفوا مع السيده مزاري امينه اللي راح تكلم لنا على التوابل تاعها وكيفاش تخدمهم، وكيفاش راح نشوفوا ثاني التوابل المغشوشه، يعني نعطيكم سر كيفاش تعرفوا باللي التوابل مغشوشه. تفضلي معايا سيدتي، مرحبا بك. السيدة أمينة مرحبا بك وعلى سلامتك. مرحبا بك شاف، شكرا. الله يسلمك، شكرا على الاستضافة. سيدة أمينة يحشمنا شوية بصح كنحيدو هاد الحشمة. مازال ما والوش دوك نحيلي حتى الحشمة. بارك الله فيك سيدتي، وشكرا اللي دبيتي الدعوة. شكرا لك أنت اللي عرضتني الحصة تاعك. الله يسلمك تعيشي. على بالك عرضتك الحصة لأنه يعطيك الصحة التوابل اللي بعثتيهم لي. عجبوك لي زيبيس. بزاف عجبوني، بزاف 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 بزاف. راني شخصيا قلت لكم مشاهدينا الكرام، انا في الدار راني نستعمل التوابل تاعها بزاف ملاح وماشي مغشوشين. هكذا سيده امينه وراح تكلمينا كيفاش راح يكونوا التوابل المغشوشين، هكذا باش المشاهدين الكرام يروحوا يشروا التوابل، ياخذوا الحيطه والحذر، هكذا باش دوك نهضروا عليهم، دوك تعرفوا كيفاش مغشوشين. نهضروا على كل حاجه والاستعمال تاعها وكيفاش يكونوا. وراح تقول لنا كيفاش نديروا حريره تاع مغنيه. المغنيه تاع مغنيه، ايه يلا، لانه في الغرب كاين بزاف تاع لي موديل تاع الحريره. تاع الحريره ايه كاين بزاف. من قبيله كنت مع احد الصحفيه قالت لي ما يديرولهاش بطاطا. ايه كاين بزاف، حنا هذه هي الحريره تاعنا، نديروا فيها البطاطا. نديروا فيها البطاطا. يلا نبداو على بركه الله. يلا مشاهدينا الكرام، انتم بزاف اللي سقسيتوني على الحريره، دونك سجلوا هذه الحريره وجربوها واعطيونا رايكم. تاع السيده امينه، ونحيي بالمناسبه كل ناس مغنيه واحد واحد، تحيه لكم كبيره ناس مغنيه وناس الغرب. يلا واش عندنا في الحريره سيده امينه؟ نبداو بالمقادير. عندنا اللحم. هذا لحم غنمي. لحم غنمي، احنا نستعملوا غنمي. صح. ولا نقدروا نديروها بالدجاج. نقدروا نديروها بالدجاج. نقدروا نديروها بالدجاج. لا لا، بالدجاج، باللحم، باللحم الغنمي ولا اللحم البقري، الحاجه اللي تكون متوفره في المنزل. نحتاجوا الجزر. ترديه. اربع حبات. طوماطيش، الحريره تبغي الطوماطيش بزاف. البطاطا ما نكثروش. الطوماطيش تكون طايبه. لازم تكون طايبه. ايه مش شابه هذه اللي تكون طايبه. حبه بطاطا، حبه بصل، ربطة بقع عطرية فيها المعدنوس والقصبر وواحدة كرافس. هنا معدنوس قصبر وحشيش والكرافس. ايه كرافس ماشي بزاف، ماشي بزاف، حاجة قليلة الكرافس. ونحتاجو الحمص. ايه يكون مش مخليلة من قبل. يكون مش مخليلة من قبل. ايه زيدي توم. ايه والتوم والملح. والملح والتوابل تاعها، والطماطيش مصبرة. طماطيش مصبرة وفارينة. ايه والماء والزيت وتوابل دوك نحضروا عليهم. التوابل كي نبدا خليني نعاود لهم المقادير باش نروحوا معاهم بعقل. قلنا عندكم طرف تاع اللحم ولا الدجاج، الشيء اللي يكون عندكم في الدار. هنا خدينا ربع حبات زروديه، ثلاث حبات طوماطيش يكونوا كبار هاملك امامكم. عندكم حبه بطاطا، وعندنا طماطم مصبره، حبه بصل، وعندكم باقه عطريه اللي فيها حشيش
ومعدنوس وكرافس، يعني قصبر والمعدنوس والكرافس. عندكم حبة قارص، وعندكم كذلك 4 سنات تاع الثوم، الملح، وهذه ثانية بقى عطرية هذه في الأخراني في الأخر في الوسط. يلا. وعندكم حبة كمشة حميصة ولا حفنة حميصة اللي تكون مشمخة ليلة من قبل. هادو من المقادير. ودوك نهضر لكم على التوابل اللي راح نديروهم في هاد الحريرة. السيدة أمينة كنت نتكلم معها في الكوليس، قالت لك كاين توابل نديروهم مع الأول. مع الأول إيه. وكاين توابل نديروهم مع الأخر. مع الأخر. مع الأخر. يلا. نبدأ التوابل مع الأول. شوفي نبداو ندوزنو فوالا نبداو ندوزنو بعد نهضروا على التوابل. الحاجه الاولى نديروها شويه زيت هكذا. اي نديروا شويه. يلا تفضلي. زيت في القدره. انا درت لك القدره تسخنها. اي بسم الله. بسم الله. معليه. دونك هنا قلنا عندكم شويه زيت، نحطوا طرف تاع اللحم تاعنا نرميوه باش نقليو. اها واحد الحريره ما نحكي لكمش. ان شاء الله ان شاء الله تعجبك. ان شاء الله. حطه زروبيه. اها ريحه رمضان اخويا مصطفى. ما ريحه القلب اللوز. حبه بصل. راكم تشوفوا سيده امينه توابل ما قطعناهمش وما سكفرجناهمش. لا. لانه بعد حنا نكسيو كلش. نحيو كلش. دونك هنا شوفوا حبه بصل كبيره، حبه بطاطا، 4 حبات زروبيه. الباقه العطريه. الباقه اللي هضرنا عليها هاي اللي فيها حشيش ومعدنوس وكرافس. وتتحبات طوماطيش كبار. الله 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 الله. يلا مشاهدي الكرام نستنى في المكالمات نتاعكم. يلا نستقبلوا اول مكالمه. الو السلام عليكم. الو معليه واش نزيدوا سيده؟ واش نديروا؟ دابلي زيت. دونك هنا خليهم يتقلاو شويه، نروحوا نحضروا على التوابل. نديروا شويه هادو خلاص ما نسحقوهمش. شوفي قبل ما نروحوا لزيبيس نروحوا نستقبلوا مكالمه من مدينه الجسور المعلقه قسنطينه. مرحبا بك سيدتي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. لاباس؟ واش راكي سيدتي لاباس؟ الحمد لله نحمد ربي. واش راهم ناس قسنطينه؟ اه رانا مع السخانه. سخانه ما حنا في هنا في الجزائر هي سخانه. هي مام اختي نزخ ربي زوجها في تي بازا ثاني قالت لي سخانه. سخانه ربي يقدركم ان شاء الله. ان شاء الله امين. حبيت نعرف على قلب اللوز هذه حديرها لا غوسات تاع اليوم ولا وصفاتك الجايه؟ لا اليوم نديروا قلب اللوز. ايه خاطر ماكش حنا في قسنطينه نديروها بلا لبن، حبيت نعرف هذيك كيفاه باللبن. باللبن يلا ما كاش مشكل، اقعدي معنا دوك. الثانيه كديروا شويه ماكله تاع قسنطينه، بيسك كاين عدد بزاف ما يعرفوش الناس تاع قسنطينه. راح نجيب ضيوف ان شاء الله من قسنطينه اللي يديروا لنا الاطباق التقليديه تاع قسنطينه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب ربي يوفقكم. بارك الله فيك. شكرا لك سيداتك. شكرا. وقولها الحريره هذيك باينه بنينه. باينه قالت لك الحريره باينه بلي بنينه. قولها ان شاء الله تعجبكم. شوفي التوابل تاعها. التوابل هما اللي يزيدوا نصف الحريره. التوابل تاعها ولا اروع. يعني شهاده مني. شهاده مني التوابل تاعها ولا اروع. اي احنا في مشكل في قسنطينه نديروا غير بالعكري وفلفل الكحل. اها. ما نديروش هذه الكركم وما نعرفوش الكرويه ما نستخدموهمش بزاف. حبيت نعرف ثاني. يلا قعدي معنا دوك تشوفي التوابل اللي حنديرهم في هذه الحريره. هاني قعدت معك ما جيت نحكمك بس الحمد لله. اي الحمد لله. بارك الله فيك. شكرا يعطيك الصحة. شكرا. يلا سيدة أمينة نبداو بأول تابل. أول تابل اللي هو فلفل أسود. فلفل أسود شوفوا هاوليك فلفل أسود تاع سيدة أمينة. سيدة أمينة كي نسقسيك ونقول لك فلفل أسود المغشوش واش يزيدوا له؟ شوف أنا كي تحل شوف وحدك تعطس تشم الريحة تاعها وحدك تولي ما تعجبش الدنا وحدك اللي تعطس. كاين بزاف كل واحد واش يزيد ليه. كان انا اخر مره قالوا لي يزيدوا ليه السيمان تاع البنيان. الله اكبر. يزيدوا فيه العلفه تاع الزيتون تاع التمر. يزيدوا له السيمان اللي نبنيو به. ايه. وكان يزيدوا له العظم تاع الزيتون اللي يشفوه ويرحيوه ويزيدوه باش يزكى. يزيد لهم يزكى تزيد لهم في الكونتيتي. دونك التوابل لازم تشروهم كونفيونس. ايه لازم حاجه. دونك ردوا بالكم شريوا توابل عند ناس اللي تعرفوهم. هاي سيدة أمينة مرحبا بكم. عيطوا لها تجيب لكم التوابل حتى للدار. حتى للدار. تقدر تعطينا الرقم اللي تقدر يعيطوا لك فيه سيدة أمينة؟ ما كاينش حفظاتو. معليش دونك نحفظو نعطيكم الرقم. يلا واش نديرو هنا فلفل كحل؟ نديرو فلفل أسود. يلا تفضلي. بسم الله. نعطيك مغرف صغيرة. تفضلي.
دونك حاجه الاولى نديرو فلفل الكحل. يلا نزيدو نستقبلو مكالمه. الو 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 السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. راكم ملاح لاباس؟ والله غير الحمد لله. واش راكم نتوما لاباس؟ والله غير الحمد لله. شفارس مرحبا بك. الحمد لله. واش راهم ناس بليده؟ لاباس قلب النوز قلب النوز باللبن. جربتيه ولا مازال؟ مازال ما جربتش. عندي شحال انا نستنى فيه. يلا اليوم راح نعاود لكم قلب اللوز باللبن. وراكي تبعي في الحريره تاع سيده امينه؟ راني نتبع فيها. يلا دونيها دوني المقادير وجربيها. اسهل طريقه تحريره. اسهل طريقه اسهل طريقه وقال الطريقه تعيش. نطلب منك دير لنا زلابيه. زلابيه مالها ما يكون لا خاطرك. وي ما كاش مشكل. معليش ندير ديك الصغير. يلا صغير 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 لانه الوقت ما عندناش. صغير ماشي بزاف. نحيب لا فامي زلفه وبالقايد. نحييهم تحيه كبيره زلفه وبالقايد. الله يعطيك الصحه. شكرا. يعطيك الصحه. شكرا. شوفوا هنا هذا زنجبيل. ايه هاوليك صدقوني قالت لكم السيده امينه كي ديروا هكذا يدكم وترفدوا اكو تشوفوا تشوفوا هذه الشعيرات هادو تعرفوا باللي زنجبيل حر. طبيعي طبيعي 100%. واش يخلطوا له هذا؟ الحمص. الحمص تاع الكرنطيطه. يخلطوا له الحميصه. كان يخلطوا له الحميصه مع الزنجبيل يرحيوها ويخلطوه باش لا كونتيتي تكبر. دوك ردوا بالكم ريحته ولا اروع. زيت هذا زعفران. ايه زعفران. هاوليك هاوليك ما شاء الله. نزيدوا زعفران ثاني. زعفران بدات ريحتها. يلا نزيدوا نستقبلوا مكالمه. الو الو السلام عليكم. مرحبا بكم يا ناس براقي. واش راكي لاباس؟ لاباس انت؟ الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله الله يهنيك. يسلمك. تفضلي. انقطعت المكالمة معليش. إن شاء الله تعاود الاتصال. نديرو عود قرفة. ما نحكي لكمش على القرفة. ريحتها ولا أروع. ولا أروع. صدقوني ولا أروع. دوك ماشي عود ياك ماشي مرحية. قرفة عود. قرفة عود. مع التالي نديرو شوية برك. قرفة عود. ونديرو توابل خاصة بالحريرة. سبيسيال حريرة. هذه نصبوها عندك. صيبوها إيه. ثم يقولوا لك أعطيني خاصة بالحريرة. كاين. خاصة بالشربة كاين. ولا اروع صدقوني ولا اروع. دوك نعاود لكم التوابل اللي دارتهم سيده امينه. هادو توابل الاولين. هادو توابل الاولين اللي ديرهم على الاول. درنا الفلفل الاسود. فلفل الكحل. زنجبيل. زنجبيل. زعفران. زعفران. عود قرفه. عود قرفه. توابل خاصه بالحريره. وتوابل خاصه بالحريره. بالحريره. صح. هادو مع الاول. مع الاول. اها ومن بعد نديروا الملح. والملح. والثوم نرموها دركا؟ لا لا مازال الثوم في المرحله الثانيه. صح المرحله الثانيه. الثانيه. يلا نزيدوا نستقبلوا مكالمه. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام. واش راكم يا ناس الجايه لاباس؟ الله يسلمك الاخ فارس. الله يسلمك معرفتكم. الله يسلمك يطول عمرك. وراني فرحانه كي راني نهضر معاكم. وانا ثاني راني فرحان. بارك الله فيك. شكرا. والله العظيم غير اعطي التليفزيون نهضر معاكم. يطول عمرك. بارك الله فيك. تفاصل الله يعطيك الصحه. الله يسلمك. وراكم تجربوا شويه. رانا نجربوا طبقات ناجحين والله شرفتنا شرف الجزائر. الحمد لله الحمد لله يا ربي الحمد لله. ربي يعطيك صحتك وهذيك الاخت اللي راهي معك. سيده امينه أهدي لكم واحد الحريره. واحد الحريره غير تاع رمضان. ولا اروع. تتفاصلوا انا حبيت هذو الاحوال هذو اللي راهم حنا في بلاد قبيل ما يجوش كيما حبيتها كيما حبيناهم يجوا لي زيبيس التوابل. لي زيتيت هادو ما يجوش فيهم الريحه مليحه ويجو كي شغل. صح ما يجوش فيهم الريحه. زعما تشمي كمون ما تشميش كمون. ايه ما تشمش فيه ريحه تاع كمون. الريحه صح يعطيك الصحه. ريحه ماشي ريحه تاع كمون. فلفل ماشي ريحه تاع فلفل. صح لانه يجو مدغولين. لازم تعرفوا من تشريو التوابل تاعكم. شكرا لك سيدتي. نعم تفضلي. حبيت الاخت هذه تبارك مدلنا ما نتصل بها. دوك نعطيكم قعدوا معناتكم الرقم واتصلوا بها وراح تمتعكم بالتوابل ان شاء الله. عندي صفحه على الفيسبوك. رمضان كريم عليكم وعلى كامل الجزائريين. الله يسلمك. رمضانكم بالصحه والهنا. كل عام وانتم بخير. الله يبلغنا ان شاء الله وان شاء الله ان شاء الله نعيدوا بالصحه والهنا. ان شاء الله كلامي لكامل الناس بجايه ولا فامي بوحق. نسلموا على كامل الناس بجايه. الله يسلمك.
لك وصحيت وربي يعاونكم ان شاء الله وراكم منورينا. بارك الله فيك، شكرا لك سيداتي، شكرا خويا. شكرا لك، يعطيك الصحه. نسينا حاجه، نسينا الصح، نسينا راس الحانوت. هاولي الصح هو اللي نسينا، راس الحانوت. هذا راس الحانوت انتي تتخلطي ياك؟ واش فيه هنايا راس الحانوت؟ فيه 5 توابل. واش فيهم؟ كان فلفل اسود، فلفل الكحل، زنجبيل كركم كرويه قصبر، والقصبر. وهذا مخلط. هذا كيف كما هو، كيف دونك نديرو من هذا. اي نديرو من هذا احسن، هذاك راه مخلط، هذا ماهوش مخلط، هذاك ماهوش مخلط، كل حاجه واحده. خلينا باقا نهضروا على هذا. ايه بالك انا قطعت لك. معليش ربطتي غايه يا ايه. يلا هاك، بسم الله. دونك هذا شوفوا مشاهدينا الكرام، نشوفوا مع المخرج، شوفوا كيفاش راهو طبقات، ماهوش مخلط. هذا راس الحانوت بصح ماهوش مخلط. دونك هذا سيده ايمن نروحوا لدار نخلطوه. ايه تخلطه. تحطيتي تحط بالطبقه زنجبيل فلفل الكحل بالطبقات، هاهم لي بانوا الطبقات، وانتم في الدار تخلطوه. بارك الله فيك. واش نزيدوا دركا سيده امينه؟ خلاص دركا خلاص نخلو شويه ونمرقوا. نزيدوا شويه ونمرقوا، نزيدوا شويه برك نمرقوا. دونك نعاود لكم، حطوا طرف تاع شويه الزيت، طرف تاع اللحم ولا دجاج الشيء اللي عندكم، 4 حبات زروديه، حبه بصل كبيره، وعندكم حبه بطاطا، 3 حبات كبار تاع طوماطيش، وقلنا باقة عطريه اللي فيها معدنوس والحشيش والكرافس. تخلطوهم الملح، هيدا سيده امينه. ايه هادو هما. ودرنا فلفل الكحل، زنجبيل زعفران، راس الحانوت، عود قرفه، توابل خاصه، بالحريره. تقليو مليح. وقتاش نمرق؟ دوك نمرقو، درك نمرقو. يلا نمرقي هاكي. يلا نزيدو نستقبلوا مكالمه. الو الو الو، مساء النور، واش راكم يا ناس طارف؟ وينك يا كرتين؟ واش شوف عندي تقريبا 4 سنين وحنا نحبوا نحكيو هاك كنا غالب ما نقدرش نحكي. يلا وعندك الزهر اليوم، مرحبا بك. والله ومرحبا بالضيفه اللي معاك. الله يسلمك، الله يسلمك سيده امينه. عندها واحد التوابل ولا واش نحكي لك؟ بين درهم ما تنساش من اللي غوتي خاندر. ما عليه، نعطيكم رقم الهاتف تاعها، ما كاينش مشكل. وانت تعرف ربي يعطيك صحتك وربي يعطيك ما تتمنى. الله يسلمك. امين امين. والله عندي شوخ كثير من الفتيات استفادوا من الوصفه تاعك، وفرحتي ومناتي قدام المراه مناتي في دارها. الله يسلمك. انت هو المنقذ الجزائر فارس البطل. انتم البطلات، انتم البطلات، بارك الله فيكم. الله يسلمك. ربي نطلب من الطلب واحد فقط. يلا الشاميه، كيفاش نخدموا الشاميه؟ كيفاش نخدموا الشاميه؟ قلب اللوز. لا الشاميه قصدي الشاميه. واش من الشاميه حبيتي؟ الو الو، قطعت المكالمه. ان شاء الله تعاودي تصاوب تقولي واش من الشاميه اللي حبت. دونك واش نديروا سيده امينه؟ مغرف كبير. نزيدوا الماء ولا ما نزيدوش؟ نزيدوا شويه، باش نغطيو كاع الخضره ونزيدوا المغرف تاعنا. دونك الخضره نعوموها هكذا، ونزيدوا شحال مغرف طماطم؟ مغرف كبيره تاع طماطم. دونك تزيدوا المغرف كبيره تاع طماطم، تاع طماطم المصبره، مغرف وحده. اي مغرف وحده كبيره باش ما تجيناش قاصه. دونك تزيدوا مغرف حب بزاف. اها دونك نزيدوا مغرف كبيره تاع طماطم. والثوم وقتاش نرميوها سيده امينه؟ الثوم مع القزبر والمعدنوس مع التالي كي نحيوا الخضره. كي نحيوا الخضره باش تكون على بالكم، درنا ربطه اللي فيها حشيش ومعدنوس وكرافس، وزدنا قطعنا الحشيش والمعدنوس. ايه الحشيش والمعدنوس، قزبر والمعدنوس. قزبر والمعدنوس، حنا هنا في العاصمه نقولوا الحشيش. ايه انتوما تقولوا الحشيش، حنا نقولوا قزبر والمعدنوس. دونك نزيدوا مغرف تاع طوماطيش. واحد الريحه صدقوني انا حاب نوصل لكم هذه الريحه. دونك نزيدوا شويه ما قلتي لي ياك؟ اي نزيدوا شويه ما عبر ما نغطيو الخضره، ماشي بزاف، شويه برك. يلا نزيدوا، نمرقنا بالماء سخون. ها شوفي معايا سيده امينه، بزاف. يلا دونك نغطيوها ونخليوها حتى طيب الخضره هكذا سيده امينه. حتى طيب الخضره. هذه المرحله الاولى تاع الحريره، فيها ثلاثه تاع المراحل. صح، حكينا على المرحله الثانيه. المرحله الثانيه نحيو الخضره، نزيدوا معها السنينات الثوم. هذه باش نديروها، باش نديروها في الفاصل. لا باش نربحوا الوقت. المرحله الثانيه الخضره تكون طابت. دوك الخضره نخليوها طيب.
ومن بعد نحيو الخضره كامل، نحيو البصل، نحيو البطاطا، نحيو الزروديه كامل، نحيو كلش، ونحيو اللحم. لا لا اللحم نخليوه، اللحم نخليوه صح. ومن بعد هذه الخضره رايحين ميكسيوها، نزيدوا معاها زوج سنينات تاع ثوم ايه، ونزيدوا معاها القزبر هذا والمعدنوس اللي رحنا مقطعينه، ونرحيو كلش، ونرحيو كلش صح. دوك هادو كي نحيو الخضره نزيدوا عليهم هذا الحشيش والمعدنوس ايه؟ ونزيدوا السنه تاع الثوم ايه؟ ونزيدوا شويه لاصوص من تما باش نرحيو، تجينا سهله، تجينا سهله باش نرحيوها، نرحيوها ونرجعوها للقدره، ورجعوها للقدره. هذه المرحله الثانيه، المرحله الثانيه. والمرحله الثالثه، في هذه المرحله نرميو الحميصه، كي نرحيو نرميو الحميصه، نرميو الحميصه اه. ومن بعد عندكم التوابل اللي تزيدوهم ايه، المرحله هذوك هما الاساس تاع الحريره، هذوك هما الاساس اللي راح نديروهم على الاخر، اللي راح نديروهم على الاخر صح. واش هما التوابل اللي راح نديروهم على الاخر؟ راح نديرو كبابه، كبابه ملحيه، كرويه، كرويه، هادو هما الاساس تاع الحريره، كبابه والكرويه والنجمه، ونجمه الارض ثاني ملحيه، دوك نجمه الارض والكبابه ملحيه ثاني، والكرويه، وكرويه شويه قرفه، وشويه قرفه ملحيه، ملحيه كلش ملحي مع تالي اه. ونعقدوا بالفارينه والماء، نخدموها على شكل، نخدموها درك قبل ما نروحوا فاصل، لانه قالت لكم قالت لي سيده امينه في مغنيه، هذه الفارينه يخلوها يخمروها ايه؟ يعني يخلوها يديروها ليله من قبل، يديروا فارينه والماء يوجدوها ويخلوها تخمر، يخلوها يديروها في الفريجيدان ويخلوها، ويخلوها غد من ذاك كي يطيبوا الحريره يعقدوا بها الحريره تاعهم. هذه هي، يلا حنا ما كاش الوقت بصح معليش قولي لي شحال راح نديروا، تفضلي شوية مشي بزاف هاك، دونك ديرو نجيب لك شوية ماء، شحال درتي بها؟ ثلاث مغارف فارينة، ثلاث مغارف فارينة، دونك ثلاث مغارف فارينة ندير لي الماء ونديروها الماء زيت شوف زيت زيت ونديروها جاريه سيده امينه، اي جاريه باه نعقدوا بها اه. خلاص خلاص خلاص، دونك انتما هنا في نحلها مليح، انتما في المغنيه هذه ديروها ليله من قبل، هذه ديروها الخميره، سموها الخميره حنايا، سموها الخميره، يديروها هكا ويخليوها خميره تاع الحريره، هكذا خميره تاع الحريره ايه، اللي يخمروا بها الحريره صح اه. وتخليها برا ولا في الثلاجه؟ لا لا تخليها في السخانه، دركا سخانه تخليها في الثلاجه. تضربوا حريره ولا أروع، تروحوا كاع مشخشخين بالزيبيس كان واحد المتصلات عم يقول لك واش هما التوابل اللي مليح اللي يديرهم الشربه؟ الشربه اها كاين هذا شربة افريكا، شربة افريكا اها. انت عندك توابل خاصة؟ عندي توابل خاصة بالشربة، دونك انتوما كي تروحوا عند تعيطوا للسيدة امينة تقولوا لها عطينا توابل خاصة بالشربة، عطينا توابل خاصة بالشربة، بالشربة وهي تدبر راسها، كاين خلطة خاصة تخلط لكم توابل هذوك خاصة بالشربة تاع الشربة، تقولوا لها عطوني خاصة بالحريرة، تعطيكم خاصة بالحريرة، خاصة بالعدس واللوبيا، خاصة بالعدس واللوبيا، واش حبيت؟ كل حاجة. بطاطا شطيحة، خاصة بالشاورما، شاورما، كاين توابل خاصة باللحم، اه. كاين توابل خاصة بالدجاج، الدجاج فيه نوعين، اه. تاع الجواز كيما تقولوا انتوما تاع المرقة، اه. وكاين تاع المحمر، محمر، محمر اه. اللي يطيب في الفول، وكاين واحد زوج توابل مدارتهم جدد، ايه جدد جبناهم جدد، ما جبتهمش اليوم، جبناهم شلي. جدد، هاي قالت لي جبتهم جدد، بعتهم لك له إن شاء الله، ونورم لكم، تابل تاع الفوماج تاع الجبن، كما كي ديروا غراتان ولا عندكم شي فرماج ديروا هذاك التابل تاع الفرماج، فيه الذوق تاع الفرماج، فيه الذوق وايبيس، هو اوميم الذوق تاع الفرماج، الذوق تاع الفرماج، والثاني تاع خاص بالسلطه، سلطه ديروا فلا فينيغاد، كي ديروا الخل والزيت ولا القارص والزيت، تزيدوا هذاك التابل تخلطوه بنا ولا اروع ثاني، دوك تجيبهم لنا نوريهم لكم ما كاش مشكل. خلاص هذه نصفها، يلا هذه خلاص هذه نخليها تخمر، نخليها تستريح، نخليها تخمر باش نصيبها واجده من بعد، هذه في الاخر، هذه في الاخر. والقارص وقتاش نديروه؟ القارص حتى مع الاخر، كاع مع الاخر، مع الاخر، مع الاخر كي طفيو لها، كي نطفيو لها وكي طفيو نرمو لها شويه هاد شويه حشيش وشويه من الفوق ها ايه لازم. بارك الله فيك سيده امينه، يعطيك الصحه، هذه هي الحريره تاع نهار اليوم، ان شاء الله تكونوا تبعتوا المقادير وتبعتوا طريقه التحضير، جربوها ما كنتش راح نتندم، على بالي بلي راح تعجبكم بزاف بزاف بزاف، خاصة وإلا خديتوا هاد التوابل تاع السيدة أمينة. يلا مشاهدينا الكرام ما تروحوش بعيد، اقعدوا معنا راح ناخذوا فاصل قصير ونعاود نوليو، راح نوري لكم كيفاش
نحضروا القلب اللوز اللي دار ضجه كبيره كبيره كبيره، ولكن بعض الناس خافوا يديروه لانه سمعوا البن قلب اللوز باللبن. شوفوا معايا اليوم طريقه في التحضير، اعطيكم السلطه كامل باش تنجحوا فيه، على بالي بلي دوك حتى الرجال يوليو يجربوه ويجيبوه. غمضوا عينيكم جيبوه، يلا خليكم بعد الله. سيدة أمينة عطينا الرقم الهاتف تاعك. عندي صفحة في الفيسبوك اسمها توابل المغنية الأصيلة. صفحة على الفيسبوك توابل المغنية الأصيلة. والمحل في مغنية توابل الفجر للذوق الراقي. والمحل اللي في مغنية توابل الفجر للذوق الراقي. رقم الهاتف 06 06 65 65 61 61 63 63 74 74. نعاودوه معليش. 06 65 اعطيه لي 61 06 65 61 63 74 06 65 61 63 74. سيدة أمينة لحبيتو توابل. يلا هذا بالنسبة سيدة أمينة. الحريرة خلاص راهي طيب. الحريرة خلاص راهي طيب. داكي وليتي كيفاش ديروا الحريرة؟ جربتي هذا القلب اللوز ولا ما جربتيهش؟ الحقيقة ما جربتها، بصح الأخت تاعي دائما ديرها. وجربت الوصفة تاع البن تاعك. وأنتي مازال ما جربتيهاش. الحقيقة ما جربتها. يلا رايحين نروحوا للقلب اللوز. تبعوا معايا. عندكم 6 كيلات سميد يكون خشين. ماشي رطب وماشي متوسط. يكون خشين. هاملك 6 كيلات تاع السميد يكون خشين. كي تسقسيوني واش من الكيله نستعملها تبعوني. انا نستعمل هاد السنيوه. شوف انا نستعمل هاد السنيوه هاي لك تاع النحاس. نتوما اللي عندكم تاع النحاس تستعملوا تاع النحاس، ما عندكمش ديروا سنيوه اللي حبيتو اللي حبيتو، ماشي شرط تكون تاع النحاس. ها انا نستعمل هادي. شوفوا باش راح نكيل، راح نكيل بهذا. هاد السنيوه راح نكيل بهذا. هاولي شوفوا صغير. دونك الكيله حسب السنيوه اللي ديروها، الكيله اللي تكيلوا بها على حساب السنيوه اللي حديروا فيها قلب اللوز. دونك قادره تكون كيله كبيره، قادره تكون كيله صغيره. راكم فاهمين؟ هذه بالنسبه للكيله. دونك شوفوا عندكم 5 مقادير تحفظوهم. 6 كيلات تاع السميد يكون خشين. 6 كيلات سميد يكون خشين. 4 كيلات سكر. الكيله اللي كيلتوا بها السميد تكيلوا بها 4 كيلات تاع السكر، وتكيلوا بها كيله زيت. هاي ليك كيلة زيت، وتكيلوا بها كيلة مزهر. كيلة مزهر وتكيلوا بها كيلة البن. واش من البن استعملتو؟ البن اللي صبتوه استعملوه تاع القرعة تاع الشكارة اللي حبيتو. كيلة البن هذا هم المقادير. 5 مقادير: 6 كيلات سميد، 4 كيلات سكر، كيلة زيت، كيلة البن، وكيلة مزهر. دونك عندكم 6 4 1 1 1 6 4 1 1 1 6 سميد، 4 سكر، وحده زيت، وحده البن، وحده مزهر. سهله. وعندكم شويه تاع اللوز. ما عندكمش اللوز ديروا كاوكاو، حمصوه خليوه يبرد وحيوه. على كل حال ما تحقوش بزاف اللوز، ها لك حنا ناخذ منه كميه صغيره. وعندنا شويه قرفه، شويه قرفه، وعندنا حبيبات اللوز اللي نرشقوهم من الفوق. هذا هو قلب اللوز، يعني لاباط تاعو العجينه تاعو. وعندكم الشربات، عندكم 6 كيلات تاع الماء، 3 كيلات تاع السكر، ونص حبه قارص. وفي الاخر كي تطفيو الشربات تاعكم ديروا فنجان صغير تاع مزهر. ما ديروش المزهر والشربات الطيب، علاش؟ الذوق تاع المزهر اللي في تاع المزهر راح يروح. دونك كي تطفيو النار ديروا فنجان صغير تاع مزهر. كيفاش تعرفوا الشربات تاعكم باللي طابت؟ تحطوا الماء 6 كيلات تاع الماء و 4 كيلات 3 كيلات تاع السكر، 6 ماء و 3 سكر، وصحبه قارص، حطوها فوق النار. كي تشوفوا الشربات بدات تغلي، بدات تبقبق، يعني تبقبق، ديروا هذوك الفقاعات، حسبوا 15 دقيقة. يعني تحسبوا 15 دقيقة مور الغليان. كي بدات تغلي، كي بدات تغلي نديروا نحسبوا 15 دقيقة، ماشي كي نحطوا فوق النار. حطوها فوق النار، كي نشوفوها بدات تغلي نحسبوا 15 دقيقة، نطفيو لها ونديروا فنجان صغير تاع مزهر. وديروا الشربات الطيب هي الاولى، علاش؟ قلب اللوز يكون سخون والشربات تكون بارده. شوفوا سخون في سخون يتعجن، بارد في بارد ما يشربش. دونك واش نديروا؟ قلب اللوز نحطوه في الفرن يخرج سخون، والشربات تكون وجدتوها من قبل وتكون بردت،
دونك ديروا شربات بارده والقلبلو سخون باش يشرب. هذه هي الحكمه سي بون. دونك نعاود لكم المقادير. شوفوا قلنا حاجه الاولى واش نديروا، قلنا نديروا نوجدوا الشربات هي الاولى هاي الكسرونه. شوفوا معايا نورمالمون 6 ماء بربعة سكر، مانيش غلطان، 3 سكر 4 ماء 3 سكر 6 ماء و3 سكر. تبعوني هاي لك. شوفوا 1 2 زيدي تعمري لي. هيا عاونيني. وقلنا 3 سكر. شوفوا معايا نمسح هذا. درت زوج. شوفوا معايا ريحة الحريرة راهي دايرة حالة. 3 زيدي هذا 4. دوكا زيدي زوج. يلا دوكا نزيدو اللي كينا به الماء. هاوليك نفسو اللي كيلتو به الماء نكيلو به السكر. شحال كيلو سكر سيدة أمينة؟ 3 سكر. شوفوا 6 ماء و3 سكر شوفوا هاي لازم زوج 5. شوفوا 6 هاوليك 6 ماء و3 قلنا السكر. هذا الكاس الاولاني نزيد نعمر الكاس الثاني. وشوفوا لاحظتوا حاجه، الكيلة اللي كيلت بها الشربات ماشي نفسها اللي كيلت بها العجينه. دائما الكيلة تاع الشربات اللي ديروا بها الشربات تكون كبيره. علاش؟ طيحوا بالك في سميدي يشربوا ولا ما تكفيكمش الشربات تقعدوا حاصلين. هذا الثاني ونزيد الثالث. قلنا الشربات دائما توجدوها هي الاولى باش تخليوها تبرد قبل ما توجدوا القلبلوس تاعكم. شوفوا هذه الكيلة الثالثة هاي ليك. هادو خلاص قلنا عطيني المغرف برك نص حبة قارص. هاي ليك نخلط السكر تاعي. شوفوا معايا نخلط السكر هذا باش ما يقعدليش لتحتها. شوفوا الكيلة اللي كيلت بها حنكيل بها سميد. شوفوا شحال صغيرة لانه سنيوة هذه الكيلة اللي توالمها. بصح انتوما والكيلة تاع الشربات كيلت بكاس كبير. دائما الشربات ندير بزياده باش اون كاتيحو في سميدي يشرب ولا ما تقدروش تزيدوا طيبوا يقلب اللوز مع دي براد بعد ما يشرب لكمش. دونك دائما ديروا بزياده هكذا. نخلطوا مليح السكر تاعنا باش ما يقعدناش لتحت. تفضلي سيدة أمينة. شوفوا ونحط فوق النار، نشعل النار هاي الشربات تاعي نحطها فوق النار. شوفوا نخليها كيما راهي. كي تشوفوها بدات تبقبق يعني بدات تغلي التم هذاك الساعه اللي تحسبوا 15 دقيقه طفيو لها وتزيدوا فنجان. كي تطفيو لها تزيدوا فنجان تاع لاتاي تاع مازهر وتخليوها تبرد باش تكون بارده. هذا بالنسبه للشربات ان شاء الله تكونوا برك فهمتوني. هادو الناس اللي مازال ما سياوش اللي مازال ما تجربوش القلب اللوزه. هذه وصفه ناجحه 100%. شوفوا غمضوا على رقبتي غير الا في حاله واحده اللي ما تنجحوش كيكونوا يديكم ماشي خاوه يعني هذه اليد هذه اليد ما تشبه لهذه سينو تنجحوا 100%. بعينك مغمضه ولا وحده شغل فنيانه وشغل مديقوت يا فوق القلب هاي والله. يلا نروحوا لقلب اللوز. تبعوا معايا شحال قلنا سميد؟ 6 سميد. 6 سميد تبعوا معايا و3 سكر فوالا 4 سكر. 4 سكر ايه في الشربات اللي 3 سكر. قلنا عندكم 5 مقادير حفظوهم. 5 مقادير 6 سميد 4 سكر 1 زيت 1 لبن 1 مزهر. هاملك 6 4 1 1 1. خويا امينه وحفظهم وانا ما حفظتهم. دونك شوفوا 1 2 3 سميد خشينه
ماشي موين زوج خشين. ثلاثة ثلاثة أربعة خمسة وهادو وهادي ستة هاملك نفس الكيلة نكيلو أربعة أربعة سكر شوفوا معايا وحدة زوج وهذه ثلاثة نزيدو نجيبو السكر سمحوا لي برك نجيب السكر نزيدو السكر هكذا باش يولو أربعة يلا نزيدو كيلة تاع السكر هاوليك هادي تولي ربعة هكذا سيدي أمينة هادي ربعة هادي ربعة هاوليك شوفوا ديروه بكل بساطة وما تخافوش شوفوا نخلط السميد مع السكر هكذا هاوليك هكذا بهالطريقة هنا خلاص واش نزيد تبعوني نزيد الكيلة كيف كيف هي كيلة زيت تبعوا معايا هاي لك كيلة زيت هاي لك نزيد ندخل هاد الزيت مليح في السميد والسكر شوفوا كيفاش راني ندخل هكذا حكوا هكذا حكوا هاد السميد والسكر مع الزيت شغل طمنوه هكذا بهالطريقة الحليله ياك امينه ما نسيتيهاش ما نسيتها انت تعلم قلب اللون السيده امينه ايه راني مركزه معاك يلا هنا الزيت خلاص دوكا فرغي لي السيده امينه مزهر ولا البن فرغي لي البن هاوليك البن هذا ماشي حليب البن ها هايلك زيدي فرغي البن هكذا زيدي عمري وحده مزهر نفس الكيلة تاع السميد نفس تاع الكيلة السكر تاع نفس الكيلة الزيت تاع المزهر تاع كيلة واحدة تكيلو بها كلش ايه. ديري وهاوليك المزهر السر تاع البن اكو تسقسيو على السر تاع البن السر تاع البن هو اللي يخلي لكم القلب اللوز تاعكم يقعد طري انتم عندكم بزاف مشكل تاع قلب اللوز كي تجربوه في الدار يجيكم يابس وما يشربش البن هو اللي راح يفريها كما ما بين القهوه ولا اتاي شكون اللي ربح القهوه اللي ربحت تبعوا معايا شوفوا لاباط كيفاش تجي شوفوا لاباط كيفاش تجي عجنوها شويه هكا بيدكم شوفوا وتسمعوا الساق تاع السكر شوفوا تسمعوا هذا الحس كنت تسمعوا مام ريحة تاع مزهر هذيك مام ريحة تاع مزهر يتريح بدات ريحة قلب اللوز بدات الريحة شوفوا هكذا هذا بالنسبة للاباط يعني العجينة هاي لك ما نخليوه ترتاح ما تخليوه يبات ما هذوك الحكاية تاع لازم ديروه بتخبية ما لازمش يجوزوا عليه باه ينجح نشفانا بغرير يقولوا ديروه في فلاسياس وقت لاسياس ما لازمش يجوزوا إيه. عليه سينو ما يجيش مليح والبغرير يقول لك اللي تكون طيبه ما يجيش كاع قدامها راجل هكا غير النساء غير يعطيكم بغرير عيطوا كاع الغاشي يشوفوه كاع يلا نروحوا لافارس يعني قلب اللوز الا ما حبيتوش ديروه باللوز يعني ديروه كيما راه ديروا لا لوز لا كوكب كيما راه طيبوه تحبوا إيه. ديروه محشي هادو نحيوهم تقدروا نديروه عادي هادو نحيوهم ديروا هكذا عادي واش نديروا شوفوا تبعوا معايا ما كاش بزاف اللوزه هاوليك شوف
شوفوا الحكايه كامل ونراهي الحكايه ونراهي. هاو لك اللوز ها حاجه قليله ماشي هذا هو اللوز. واش نزيد معاه؟ نزيد معاه شوفوا زوج مغارف تاع العجين ونزيد معاه شويه تاع قرفه باش نريح تقلب اللوز تاع زمان. فوالا هذا شويه قرفه فوالا شويه قرفه ونخلطوا. شوفوا هذا هي لافارس خلطوا مليح شوفوا هكذا هكذا بهذه الطريقه هذه هي لافارس تاعنا. دونك واش نديروا؟ نجيبوا سنيوه نحينا هذا نحيو هذا منه باش يشوفوا قرفه خلاص واللوز هذا خلاص هكذا. هاي لك السنيوه تاعي تاخذوا السنيوه اللي حبيتوها نحط فيها شويه تبعوا معايا شويه زيت نمسح السنيوه تاعي هكذا بالزيت. شوفوا واش نديروا درك تبعوا معايا لاباط نقسمها على زوج ونحطها مدو نص ما نمشيهاش. ها شوفوا نحطها شوفوا يتمشي وحدها نقسم لاباط على اثنين هكذا شوفوا هكذا ناخذ لافارس. علاش ما نمشيش لاباط؟ لانه راح ندير لافارس باش نزيد نغطيها بلاباط واحد اخرى ونمشي كلش على جهه باش نقلب اللوز يجي فيه كامل اللوز. شوفوا شوفوا هكذا طريقه سهله وقلت لكم تغمضوا عليكم ديروه هاوليك هكذا هادي خلاص. ناخذ لافارس نغطي شوفوا نغطي لافارس هذه شوفوا غير من الفوق نقدر نحطها برك من الفوق ها باش نغطيو هاد تمشي وحدها لانه لاباط تلقى روحها جاريه. شوفوا هكذا هكذا ها ونمشي شوفوا ومن بعد نمشي شوفوا نمشي باش هذاك اللوز يمشي كامل فوق فوسط لاباط تاعي. هكذا خلاص قلب اللوز تاعنا شوفوا ها خبطوا هكذا السنيوه تاعكم باش يجيكم ليس من الفوق ها شوفوا هكذا وتكونوا سخنتوا الفرن تاعكم على درجه حراره 200 درجه 200 درجه من الفوق ومن التحت. الى عندكم الفول فونتيلي ما تستعملوش الفونتيلاتور غير من الفوق ومن التحت فوالا. الى عندكم فول دالا تاع ادال خير دونك عندكم الفول تاع الزنك هذاك تاع الزنك هذاك ثاني خير وخير كويزينير تشعل من الفوق ومن التحت ماذا بينا دونك تشعلوا على 200 درجه تحت 200 درجه. شوفوا نحط كميه تاع اللوز من الفوق هكذا قلت لكم تشعلوا الفرن تاعكم على درجه حراره 200 درجه وتدخلوه يطيب من الفوق ومن التحت. كيفاش تعرفوا القلب اللوز تاعكم طاب من التحت؟ كيفاش تعرفوا القلب اللوز ما تقدروش تقلبوه من التحت؟ دونك واش تعرف كيفاش تعرفوا؟ تشوفوا هنا الطرف تاعكم كامل تاع السنيوه حمارو بالزياده. شتو كي تحشروا القلب اللوز دائما تشوفوا الطرف تاعكم حموره بزياده عرفوا باللي عرفوا باللي القلب اللوز تاعكم راه طاب من التحت. وهذوك الطرف هما اللي يجوا بنان. شوفوا نحط اللوز تاعي هكذا بهذه الطريقه هكذا وندخلوا الفرن على درجه حراره 200 درجه من الفوق ومن التحت حتى تشوفوا حمار من الفوق ومن التحت. تخرجوه تكون الشربات تاعكم بردت فهمتكم فيها تاخذوا الغراف وتاخذوا غراف سمعوني ماشي طاس. مش عارف شكون السيده اللي قالت لي
طاس ونتقبلها احلى الاخر نتقبلها هنا الغرف واكو تشرب هو ويشرب تسمعوا ورا اكو تفرغ هو ويشرب تفرغ وتشرب حتى تعوموه واش ديروا تنقصوا الفول وتطفيوه كامل الفول تاعكم طفيوه كامل به بالشربات تاعو تعاودوا تدخلوه للفرن مده دقيقه تشوفوا زيت شربت يعني الفول مازال سخون شربت تخليوها تنحيوه تخليوه يبرد من بعد تقطعوه هكذا تراسيوه بالطول هكذا وتخليوه يشرب مليح والصحه ولهنا يلا مشاهدنا الكرام راح نكمل انا وسيده ايمنه الحريره اللي قعدت نطيبوا هذا القلب اللوز ونروحوا فاصل قصير ونعاود نوليو راح نشوفوا الكيفيه تاعنا حاضرين وجاهزين امامكم خليكم بعد الفاصل فيكم نهنجلوا انا سيده ايمنه صدقوني الله يستر شوفوا مشاهدنا الكرام هاي لك الحريره تاع المغنيه ريحتها صدقوني ولا اروع ولا اروع ولا اروع تشوفوا راهي سخونه حط لي زيبيس التوابل صدقوني بزاف بنينه بزاف بنينه قلنا في الاخر سيده امينه نديروها شويه حشيش شويه معدنوس من الفوق شويه معدنوس وشويه قارص طبعا وبالصحه والراحه والوصفه الثانيه اللي طلبتوها مني بزاف بزاف القلب اللوز هاوليك امامكم شوفوا هذا درته غير مقبله يعني درتو قبل ما شكلت معايا سيده امينه كي دخلت الاستوديو نتوما تحبوا تخليوه ديروه الصباح تخليوه عشيه تخليوه بيتوه شوفوا درتو غير مقبله هاوليك ماهوش يابس طري شرب هاوليك امامكم صدقوني ولا اروع ولا اروع ولا اروع يلا مشاهدينا الكرام كانت هذه حصه تاع نهار اليوم غدوه ان شاء الله الخميس ما كاش جمعه ما كاش نتلاقى بكم نهار السبت سيده ايمنه بارك الله فيك اللي جيتي لي يعطيك الصحه وكما نقولوا رحله موفقه ان شاء الله في التوابل تاعك يعطيك الصحه وبالمناسبه سيده ايمنه دايره معرض في سيدي عبد الله الكروم بوفوار هكذا اي راني مشاركه في المعرض في سيدي عبد الله سيدي عبد الله اللي يحبوا يجيبوا توابل ان شاء الله يلا مشاهدينا الكرام نتلاقى بكم نهار السبت ان شاء الله عطله نهايه اسبوع سعيده تقبلوا تحياتي وتحيه كل فريق تقني هذا الفريق الهائل هائل هائل هم صابرين عليا يلا نتلاقى بكم نهار السبت على خير سلام مع السلامه قدم لكم هذا البرنامج برعايه